حياكم الله اخواني ويا رب بخير وبصحه وبسلامه. البارحه طلع الشيخ جعفر الابراهيمي وحكى كلام كلش حلو وراح تقتنع بيه. حطونا لايك ولايك ببلاش، وتعرفون اللايك والاشتراك بالقناه هو مصدر رزق لنا، واحنا كصناع محتوى باليوتيوب احنا راح نستفاد وراح يجينا رزق بسببكم نعيش بيه عوائلنا. الشيخ جعفر الابراهيمي البارحه طلع وقال هواي عالم حكت والشيخ جعفر الابراهيمي يعيب على خلقه الله ويتنمر، وقال ما حد يعلمني انا شلون احكي، انا من قصدت على هذا الشخص اسود، اسود التصرفات، اسود القلب. اليوم من يقبل بالشارع يمشي بدون ملابس او صاعد على المسرح مصلخ؟ فهنا الشيخ حكى وقال انا ما خايف ولا شيء، انا خاف بس من الله سبحانه وتعالى، لان انا حكيت كلمه حق وفعلا حكى كلمه حق هذا الرجل. بس احنا اليوم شفنا صدى بالسوشيال ميديا اخذتها هواية قنوات ومشكلة. هنا شفت قنوات يعني خليجية كاتبة رجل دين عراقي يتنمر على، ليش ما متنمر الرجال؟ الرجال حكى تصرفاته وانتم تعرفونها كلها، بس اليوم نشوف التحريض ونشوف يعني الهجمة وكذا. اهم شيء تسقيط، اهم شيء بها عراقي، اي مشكلة بها عراقي تتناولها المواقع على مود بها مشاهدات، على مود بها طشة، على مود بها شهرة، فهاي العالم اللي تاخذه من عدها. يا اخواني ويا ناسنا، ترى الدنيا خلصانة وما باقي بس وجه الله سبحانه وتعالى، فكل من يحترم نفسه وما حد يجاوز على اخوه، وكنا مسلمين وكنا نعبد الله. بس اليوم مع كل الاسف جاي نشوف هذا التهجم وهذا التنمر وهذا يعني قلة الوعي، قلة الذكاء، ما ادري جاي يصير. كتبوا لنا بالتعليقات اراكم، حبيت انا انوه على هذا الموضوع ونسده، واحبكم هوايه وثيم الله.